سعيدة جدا اليوم أقدم واحدة من الصديقات الجميلات، ليلى المبدعة والإنسانة، أنا أسميها النسمة لأنه دائما مبتسمة ودائما إنسانة حبوبة، نحن نسميها في السودان حبوبة. الحبوبة هي الجدة، دائما تكون مليانة حنان، وهذه هي ليلى التي أعرف. سعيدة جدا إنها يعني تلجأ وتقول لي يعني أنا سعيدة إنك تقدم كتابي، وأنا في الحقيقة تابعت جزء من الكتاب قبل الإصدار، وعملناها كمان مفاجأة لها، هي عرفتني بابنتها شيرين لها التحية، والتقيت فيها في لندن وتآمرنا تآمر محبة كالعادة، دائما نتآمر على صديقاتنا بمحبة، فتآمرنا عليها في إنه الكتاب يصدر وليلة تكون ما عارفة، وفعلا الكتاب صدر. ولو لاحظنا الكتاب من عنوانه يعني رب المنعطف الكبير، يعني أنا رغم أني كتبت سيرتي مهتمة بأدب السيرة الذاتية تحديدا للنساء، لكن العنوان شداني، يعني فعلا حسيت أنه يعني فعلا هو تحول كبير في حياتنا، يعني مش نقلة عادية. أهلا وسهلا بكم، أرحب بكم أحبابي وأصدقائي أجمل ترحيب، وأشكر قدومكم لهذه الأمسية التي أرجو الله العلي القدير أن يوفقني وإياكم في إنجاحها. وجودكم ومشاركتكم هو ما يجعل لقاءنا مميزا. أوروبا المنعطف الكبير يتحدث كتابي عن ذكريات وواقع أغلبنا مر بها، أغلب الأشخاص الذين غادروا بلادهم مكرهين، أحداث الهجرة والمشاعر التي ترافقها لا يمكن اختصارها بكتاب ولا صفحات، وإنما حاولت الإضاءة لعدة جوانب لهذا الموضوع، أرجو أن أوفق وإياكم بذلك. إشكروسي زي إمنامن فون ليلى ونكمنامن دس عربيشم أستراشيم هاوس فوكولتوا ونكونس فيلكومن باي أونس دس عربيش أستراشي هاوس فوكولتوا ونكونس بيت الديالوج وبكونس في الليتراتورة. Wir hoffen, dass Sie wiederkommen, weil wir finden, dass es vor allem zu sein, das ist Dialog ist sehr wichtig. Dialog, was wir brauchen. Und wenn wir von Integration reden, was ist wir in der letzten Zeit in die Zeitungen, im Zusammenhang, was ist in der Welt jetzt passiert? Ich glaube, was ist hier jetzt passiert? Das ist die Integration. Eigentlich, das ist die Partizipation. الحرب سرقت منا كل ما نملك. وأغلى ما نملك. أنا الدمشقية حفيدة زنوبيا، ضاقت الدول العربية الدافئة بنا بينما قبلتنا الدول الأوروبية الباردة. تتساقط أحلامي وآمالي مع ذلك الضوء المتكسر، أفتش عن نفسي بين كل هذه الأحداث فلا أرى سوى أحلامي المهدمة، وكأنني بنيت قلعة ملؤها الحب والأحلام على شاطئ رملي ومع أول موجة تحطمت.
شكرا.